أفضل 8 مواقع سياحية في أرمينيا. من خلال هذا الفيديو بإمكانك أن تتعرف على أفضل 8 مواقع سياحية في جمهورية أرمينيا. يجب أن لا تتردد من زيارتها. واحد، تلفريكات، منتجع تساكاتزور. تساكاتزور مدينة صغيرة تشتهر بمنتجع التزلج والمناظر الجبلية الخلابة. توجد فيها العديد من الفنادق والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق الأرمنية والعالمية. اثنان، بحيرة سيفان. بحيرة سيفان، هذه البحيرة المذهلة هي الأكبر في جمهورية أرمينيا ووجهة شهيرة للرياضات المائية وأنشطة الشاطئ. ثلاثة، ديليجان. منتزه ديليجان الوطني. تقع هذه الحديقة الوطنية في شمال شرق أرمينيا، وتشتهر بغاباتها وبحيراتها ومسارات المشي لمسافات طويلة. يمكن للزوار أيضاً أن تمارسوا رياضة الزيب لاين. أربعة، جبال أراكاتس. واحدة من أروع جبال أرمينيا ومناطق الجذب السياحي، وتتكون من 4 قمم. أعلى القمم ارتفاعها 4090 متر، وعلى ارتفاع 3100 متر توجد بحيرة رائعة الجمال. جبال أراكاتس وجهة شهيرة لمحبي تسلق الجبال. خمسة، كهف آريني. يقع في مقاطعة فيوتس ديزور، تم اكتشافه عام 2007. أقدم حذاء جلدي بالتاريخ تم اكتشافه في هذا الكهف، وبذورنا بيعود تاريخها إلى ما يقارب 6000 سنة. ستة، شلالات منتجع جيرموك. معلم طبيعي مذهل في مقاطعة فيوس ديزورت، تشتهر بمياهها المعدنية الحارة. 7. شلال شاكي. واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في أرمينيا. تشتهر بجمالها الطبيعي ومحيطها الخلابي. الشلال يغذيه نهر فرودان ويبلغ ارتفاعه 18 متراً. تحيط به مجموعة من الأشجار الجميلة. 8. أطول تلفريك في العالم، وتسمى جنحة تاتيف، يمتد على طول 5752 كيلومتر. تستغرق الرحلة 13 دقيقة مروراً فوق وادي فرودان، ويتميز بإطلالة خلابة على الجبال والوديان والمناظر الطبيعية الساحرة. إن كنتم أول مرة تزورون قناتنا، أدعوكم لضغط زر الاشتراك ليصلكم كل ما ننشره. أرجو أن تكتبوا تعليقاتكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات، وشكرا لكم.